بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان نحييكم أجمل تحية في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي وبهذه المنافسة القوية ضمن فعاليات سباق المؤسس، ينطلق بحفظ الله ورعايته شوط أصحاب السمو والشيوخ في انطلاقته واندفاعه، وبهذه المنافسة القوية متمنيا إن شاء الله للجميع التوفيق والنجاح بهذه المشاركة وبهنا رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. إذن الانطلاقة من 8 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، فنتمنى للجميع التوفيق. متابعينا أيضا شعارات أصحاب السمو والشيوخ المضمرين المشاركين في هذه المنافسة المشرفة في ميدان التحدي، ميدان الشحانية. إذن انطلاقتنا مع المراكز الأولى وأول المنطلقين وأول المسيطرين على مجريات هذا الشوط في انطلاقته واندفاعته. يحتل المركز الأول، تحتل المركز الأول متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمها أحمد بن سلطان بن رشيد، يتابعها في عملية التضمير بانطلاقتها واندفاع متعبة على المركز الأول على صدارة الشوط وانطلاقتها في المركز الأول. تسيطر على مجريات الشوط يليها مباشرة. هناك غارة مع المركز الثاني، غارة تحتل الآن ثاني المراكز. شعار هجن الشحانية حاضر بتواجده مع المركز الثاني سلطان بن محمد الوهيبي، يتابع في عملية التضمير. المركز الثالث منصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد أيضا من يتابعها في عملية التضمير في انطلاقتها مع المركز الثالث. يا سلام، المركز الرابع أيضا شعار هجن الشحانية. الله الله الله، الموج مع المركز الرابع في انطلاقتها لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير. مركز الخامس، المركز الخامس هيبة لهجن الشحانية، أيضا يتابعها محمد بن خالد العطية في أيضا انطلاقته. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز الأولى، أدعناها على حضراتكم بالوفاء والتمام كاملة مكملة. ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذه الخمس المراكز الأولى أدعناها على حضراتكم، ونعود وإياكم إلى المقدمة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. هناك منصورة انتصرت في أدائها في انطلاقتها واندفاعها مع المركز الأول، مع المركز الأول. يا سلام، مرحبا طير الفرح مشهور البلاد اللي لها. إذا مشاهدينا الأعزاء تغييرات جارية على مجريات الشوط، هناك من غير على المركز الأول، هناك شعار هجن الشحانية الحاضر بأداء المتميز مع انطلاقة غارة لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي، يتابعها في عملية التضمير وانطلاقتها إلى المركز الأول في اندفاعها. أيضا هناك شعار هجن الشحانية يحضر بأداء المتميز مع المركز الثاني بانطلاقته واندفاعه. هناك محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير مع الموج مع المركز الثاني، انطلقت مباشرة نحو المركز الثاني إلى المركز الثاني باندفاعها. لكن المركز الرابع متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يتابعها في عملية التضمير بانطلاقها. هناك أيضا منافسة قوية. هناك أيضا منصورة مع المركز الثالث، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد ايضا يتابعها هذا الشعار، يتابع ايضا هذه الانطلاقه باندفاع منصوره مع المركز الثالث. المركز الخامس وتحمل الرقم 5 هيبه لهجن الشحانيه، محمد بن خالد العطيه ايضا من يقوم بعنايه التضمير والمتابعه لهذا الشعار. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى بهذا النداء المتميز لشعارات أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة والمتواجدة في رياضتنا، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الهجن العربية الأصيلة. هناك أيضا أسماء
كأسماء أيضا وصلت في هذه اللحظات، وصلت الأسماء أيضا. هناك من أرى وصول صفوة، صفوة 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 أيضا تصل إلى المركز الخامس، صفوة لهجن الشحانية. سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير، أيضا خطيرة خطيرة وصفة خطيرة. صفوة صفوة صفوة، يا سلام يا صفوة، صفوة هي تحتل المركز الخامس. أيضا هناك أيضا شعارات، شعار الهجن العاصفة حاضر، شعارات الرئاسة حاضرة. أداء متميز لهذه المؤسسات العملاقة المشاركة في هذا المساء. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة الشوط، نعود معاك يا بن مروشد، يا بن مروشد، يا مصال وجال هذا الاسم المتميز مع انطلاقته منصورة، يسيطر الآن على مقدمة الشوط مع منصورة اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد اللي يتابعها في عملية التضمير. لكن صفوة صفوة إلى المركز الثاني، إلى المركز الأول، انطلقت مباشرة أحد الأسماء القوية، غارت إلى المركز الأول بانطلاقتها. الله الله الله، لكن هناك هيبة، هيبة أيضا مشاهدين الأعزاء، صفوة وهيبة لهجن الشحانية. ولكن من يتابع صفوة؟ أيضا سلطان بن محمد الوهيب العملاق يتابع انطلاقته صفوة. هناك هيبة لهجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير. ولكن هناك أيضا متابعة العطية، هناك أسامي أسامي تابعها، ما بعد حان وصولها، ما بعد حان وصولها للمشاركة يتابعها أيضا المشاغب لهذه اللحظة. هناك أيضا من بعيد أرى شعارات الرئاسة وشعار العاصفة وشعار الشحانية والشعارات القادمة للمشاركة في هذا التحدي. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، أذعنا على حضراتكم الأسماء المتواجدة، 3 كيلومترات، 3 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، عن نهاية الشوط، ولا زلنا مع المراكز الأولى، مع صفوة، صفوة من تقود المشاركين، صفوة هي تحتل الآن المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام، مع مقدمة الشوط، مع مركزها، هو المركز الأول صفوة. لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. أما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، هيبة هيبة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطي يتابعها في تحديات هذا الشعار. المركز الثالث اللي وصلت وأول نداء لها مشاهدين الأعزاء، هذبة لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابعها. هذه هذبة، هذه هذبة، انطلاقتي هذبة مع المركز الثالث في أول نداء لها لهجن العاصفة، التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، بانطلاقتها وانطلاقة غياث الهلالي يتابعها، يتابعها المركز الرابع الموق مع المركز الرابع لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير. خامسا هناك، يا سلام يا سلام يا سلام، اللي وصل مع شعار العاصفة، شعار العاصفة يا سلام. هناك انطلاقة الجارية، الجارية مع المركز الخامس لهجن العاصفة، غياث الهلال يتابعها في عملية التضمير. هذا النداء مشاهدينا الأعزاء، ونعود إلى المركز الأول، إلى المقدمة والصدارة، إلى انطلاقة هناك مع المراكز الأولى وصفوة. صفوة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام تقود المشاركين، تقود المشاركين لهذه اللحظة. الهجن العاصفة تصل مع المركز الثاني باندفاعتها، ولكن الشحاني متقدما الحضور، مشاركا بكل قوة وبكل جدارة مع المركز الأول سلطان بن محمد الوهيبي، موق مرافقة أيضا في هذه اللحظات لهذبة هذبة 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 هذبة، هي اللي تحتل المركز الثاني مشاهدين الأعزاء. هجن العاصفة حاضرة مع هذبة ومع الجارية اللي تحتل المركز الرابع. الله الله الله، هناك وصلت مشاهدين الأعزاء، وصل الاسم المتميز، وصلت الأسماء، وصلت الكايدة مشاهدين الكرام. هجن الشحانية تحضر مع المشاغب المتابع لهذا الشعار. هذه الكايدة مع المركز الرابع، عينها على ناموس الشوط، عينها على الناموس. لكن نعود إلى المقدمة وصفوة مع المركز الأول صفوة، تحتل الصدارة مشاهدين الأعزاء لهجن الشحانية. أيضا سلطان بن محمد الوهيبي تابعها في عمل
عملية التضمير، لكن انطلقت هناك هذبة 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 مع المركز الأول، هذبة انطلقت مباشرة إلى مقدمة الشوط، هذبة لهجن العاصفة الجارية لهجن العاصفة مع المركز الأول والثالث في موقع المنافسة في موقع التحدي. إذا اشتدت المعركة ما بين هجن الشحانية وهناك العاصفة، العاصفة والشحانية، هناك صفو عادت، عادت صفو مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الأول لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام العملاق العملاق. هل هناك مشاهدين الأعزاء صفوة، صفوة تحتل المركز الأول، هناك هذبة مع المركز الثاني، هذبة وصفوة، صفوة واللحظات الأخيرة الكايدة بالوصول إلى المركز الثالث لهجن الشحانية. إذن المعركة طاحنة، المنافسة أيضا ما بين شعار هجن العاصفة وشعار الشحانية في انطلاقته وفي منافسته المشرفة. انطلقت صفوة، انطلقت صفوة في اللحظات الأخيرة، هجن الشحانية تحضر بأدائها المتميز بمنافستها القوية وهذبة، هذبة مع المركز الثاني لهجن العاصفة، صفوة مع المركز الأول لهجن الشحانية، مسيطرة على المركز الأول، قائدة لزمام الأمور. سلام وتحية لهجن الشحانية الحاضرة مع هذا المركز المتقدم. نعم هو المركز الأول، هو موقع الصدارة، هي المنافسة الأقوى مع شعار هجن الشحانية. تهانينا لفوز صفوة في المركز الأول وسلطان بن محمد ألو هيبي. المركز الثاني هذبة لهجن العاصفة، المركز الثالث الكايدة لهجن الشحانية، المركز الرابع وكان من نصيب ربدة لهجن الشحانية، المركز الخامس لهجن العاصفة مع الجارية. إذن التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء متابعينا في كل مكان، وفوز صفوة في المركز الأول لحظة وصوله إلى خط النهاية معاناة الفوز والناموس في هذا التحدي وفي هذا الأداء المسائي الجميل. توقيت الزمن لمشاهدين متابعين الكرام، هذه لحظة الوصول لفوز صفوة مع المركز الأول. كم التوقيت؟ 12 دقيقة 22 72 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني، وكان من نصيب هذبة لهجن العاصفة، وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 25 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة المركز الثالث، المركز الثالث الكايدة 12 دقيقة 27 14 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا والناموس.